فتنا على صلاة التراويح، صلاة التراويح كتير مهمة، فوت فيها نشط. لنفرض بالركعة الثامنة وصبت بخمول أنا، وأنا عن جد بدي ركز بصلاتي، وأنا آكل منيح وحاسس حالي ماني مستمتع بالصلاة. عدم استمتاعنا بالصلاة كله بشيء إنه في حد، في إمام عم يقرأ، ونحن أحيانا مخنا راح لهنيك. هي إذا أنت حابب تستمتع وتفك عدم استمتاعك بالصلاة، أنا ما ضد بين الركعتين وقت بياخدوا فترة مثل هي، مصدرين هيل بتمك. الهيل بينشط الدورة الدموية جدا، بيعمل لك انتباه، بيعمل لك خفية بالصلاة، يعني بتحس حالك إنك طاقتك معك. هاي بعد هاي الوقت بيقولوا الله اكبر بتشيله من تمك وبتقيمه. حطوا خذوا معكم على صلاة التراويح كمشة هيل بين الاستراحات، رائع جدا لتنشيط الدورة الدموية. المص عملية المص هذا بمقدار شيء 20 ثانية او 40 ثانية او دقيقة اذا قلنا، كثير بحسن مزاجك، لانه الله يعفو عنا نحن بنصلي الصلاة بتقل، يعني حتى بنحس انه هلا بلش، خاصه اذا مثلا رايحين نحن مرتبطين مع امام مثلا بيصلي جزء، بيصلي نص جزء، اللي هو نحن بنكون هو عم يركز بصلاته، وبعدين اللي هو يعني عم يقتضي بيكون راح بعالمه. فانت اذا مزعوج من هالقصه هي بتخفف عليك الصلاه، هذا زر الهي.